هذا سائل يقول: من ضل في باب الشفاعة وعبد الصالحين لشبهة عرضت له. من ضل في باب الشفاعة، نعم، وعبد الصالحين لشبهة عرضت له، نعم، هل نصلي عليه؟ إذا أنه مصر على هذا وبلغ ونهي عن ذلك وأصر لا يصلى عليه، أما إذا أنه ما بين له ولا فإنه يصلى عليه، لأنه ما بلغ ببطلان ما هو عليه، نعم، وهو ينتسب إلى الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن وقع فيما وقع فيه بسبب الجهل الذي لم يبين له، نعم.